أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين
القوامين بالقسط. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أو فقيرا فالله أولى بهما. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب
نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Intisari dari ayat-ayat yang dibacakan Qori'ah tadi adalah